يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا قول المؤلف رحمه الله: كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبينه سبحانه، كيف تكون الرحمة وسيلة؟ صفة من صفاته، هذه صفة من صفاته، ما هي مخلوق، ما هي بوسيلة مخلوقة، إنما هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. تقول برحمتك يا أرحم الراحمين، تتوسل إليه بها. نعم.